بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. أهلا فضيلة الشيخ. قراءة القرآن من الابن كل طاعة مطلوب منك شيئا فرضا، إن زدت ذهبه لمن تشاء، إن زدت عما فرض فهب لمن تشاء ولو أجنبي، لأنني ما وهبش الخير لواحد إلا إذا كان له تأثير في حياتي. عمرك شفت واحد يقرأ الفاتحة أو يروح يزور قبر واحد هو اللي علمه شرب الخمر؟ لم يحدث. إنما واحد خد بإيده يصلي قال له حاجة كويسة، يبقى مش هيفتكره إلا مين؟ قال له إذا كان بعمل إيه؟ صالح، عمل خير. صالح. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل يشعر الميت بالأحياء من حوله؟ هذا سؤال ما كان يصح أن يسأل بعد أن أمرنا أن نذهب إلى القبور ونقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون. ولو لم يكن لهم سماع لكانت تكلفنا بأننا نسلم عليهم عبث، ما كان لنا أن نكلمهم. نعم نعم. إذا كان الكفرة النبي كلمهم في بدر، مش قال كده؟ يا عتبة يا شيبة، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فعمر يقول له يا رسول أتكلمهم وقد جيفوا؟ ده بقى أجيب. فقال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يدفع من زكاته إلى ابنته المتزوجة من رجل فقير؟ مش كلمة فقيرة دي بالنسبة للزوج، لأن نفقتها على الزوج يبقى الفقر أو عدم للزوج، إنما هي ما لهاش علاقة بالموضوع. نعم، هي تزوجت من رجل فقير غير قادر. غير قادر يديله. نعم. زكاة. إنما لو بنته عرفت إنه يديله من الزكاة. نعم. سترفضه. سترفضه. ليه؟ لأنه ما يديلهاش من حق الفقراء وهو عنده 97.5% ويديها من 2.5%. طب هل يجوز انه يعطيها وما يقولش انه من الزكاة؟ يخفي عنها هو من الزكاة ولا مش من الزكاة؟ هو من الزكاة. لا ما ينفعش يا سيدي، ما ينفعش، لان بنته لو فقيرة نفقتها عليه. فقول لي، قول لي اي واحدة كده تنفع من ابوها بيديها من الزكاة زي الفقيرة، تبقى ابوة ايه دي؟ نعم. انما هو يدي جوزها، فقير يديله. ويصرح او لا يصرح؟ يصرح او لا يصرح؟ ايوه نعم، يديله فقير هو، لان اصل نفقة المرأة مطلوبة من زوجها وزوجها فقير، يبقى يديله اعتباره فقير. انما هي لو عرفت ان هو بيديله من زكاة سترفض او تضربها. سترفض تاخدش. فضيلة الشيخ، ما هو اقل عدد تصح به صلاة الجمعة؟ وما زاد عن وعلى اي مذهب؟ ما زاد عن الاثنين جماعة، لأن إما العدد وإما مفرد وإما مسنة وإما جمع، يبقى ثلاثة، اثنين غير الإمام. كل هذا عند أبو حنيفة، لكن عند الشافعي يشترطوا أن يكون عدد 40. نعم. إنما القياس مع أبي حنيفة والأرجح أبو حنيفة. أبو حنيفة نعم. هل يجوز لإمام المسجد أن يفتح الراديو في المسجد؟ إمام المسجد. أيوة. هل يجوز له أن يفتح راديو في المسجد لسماع خطبة الجمعة؟ أنا خطبة الجمعة ليست شرطا في صحة الصلاة. أنت تبقى برا وتروح بعد ما يخلص خطبة وتصلي. نعم نعم. إنما ما تنفعش على أنها خطبة جمعة، لازم خطبة الجمعة محس كده. نعم. في هذا أيضا فضيلة الشيخ، لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر. قبر؟ نعم، على نفقته الخاصة. نعم أيوة. فهل هذا جائز؟ أيوة، ولا في شيء. إحنا النبي بقى قبره في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد. التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي. يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم. مش ده الشهاء الدليل بتاعه؟ قل له انتم اغبياء في الاستشهاد، ما هو القبر؟
ايه القبر؟ عرف لي القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟ هو المكان الذي اللي فيه جثة الراجل الذي هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه صور اسم حتى بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ضريح. ضريح. لا ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه هم الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن، ما نعملش فيه مقصوره. نعم. معنى مقصوره يعني ايه؟ مقصوره على الدفن لا تتعداه لاي حدث. فمن اين جاء اتخاذ القبر صلاه مصلى؟ اغبياء يا اخي. نعم. نقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر في بتاع النبي، فان قيل خصوصيه للنبي نقول له لا، ابو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفه والقبر امامنا، ونصلي في الروضه والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهه والقبر خلفنا. اذن القبريه لا دخل لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز مش هنستدل عليهم؟ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم ينكرها الله. هل يجوز للمسلم ان يقرا في كتب غير المسلمين؟ لا. قال رسول الله لسيدنا عمر وقد راه ماسك بصحيفه من التوراه: اتتوهكون وانا بينكم؟ والله لو ان موسى حي ما وسعه الا اتباعي. ولذلك قال لك ما تقراش لهم، لانهم اما ان يقولوا صدق فتتهمهم وتكذبهم، واما ان يقولوا كذب فتصدقهم. انا جيت مهيمن على الدين خلاص، ومهيمنا عليه. نعم. ماذا لو اضطر مسلم؟ انما اذا كان واحد عايز يقرا عندهم عشان يبين التناقضات، اهلا وسهلا. نعم. للعلم والدراسة. يعني لما قرينا احنا التوراه كانوا ياما قاموا قالوا اسحاق هو الذبيح مش اسماعيل، فردنا لهم لو ان اسحاق هو الذبيح لكانت طقوس الحج والفداء كلها في فلسطين، انما هي هنا يا مع اسماعيل. خلاص. وعايزين تاخدوه ذبيح لاقراوا توراتكم في الاصحاح 23، قال الله يا ابراهيم اصعد بابنك الوحيد جبال المريا فقدمه قربانا لله. في الاصحاح 24 بعد: وقد ولد اسحاق وعند اسماعيل 14 سنه فمتى كان اسحاق وحيدا. نعم. يبقى قارين عشان نطلع الكذب بتاعهم. إذن جائز للعلم والدراسه. لا للدراسه، الرد للدعبسه عشان تبين، لان اذا كان ربنا بيقول فنسوا ما ذكروا به، هذه واحده. اول تغيير انه النسيان، يا اخي النسيان معذورين. وبعدين اللي موجود يكتمون ما انزلنا، اللي ما نسيوش كتموه. طب واللي ما كتموش يحرفوه، يحرفون الكلمه عن مواضعه. وهل اقتصروا على هذا؟ لا، ده جابوا كلام من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتمون الكتاب ثم ياخذونه منه. يبقى كم تغيير؟ كذا تغيير. نعم. إخوة الإيمان في كل مكان في العالم الإسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الإيمان مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي. تعرضنا من خلاله إلى كثير من المشاكل، وقمنا بالرد من خلال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على العديد من الاستفسارات التي تطرح في شتى التعاملات وفي شتى المناسبات. نرجو أن نكون قد وفقنا إلى الرد على هذه الاستفسارات، وفقنا الله إياكم إلى خير المسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.